بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالله بالصف الثالث ثانوي قناة نشرة الأزهر للشرح وتبسيط قال المزيد. إن شاء الله عندنا مع مزيد من حل تدريبات كتاب جيم من عام 2021، وصلنا وشغلنا على كتاب المعنون Ongoing Assessment and Exams Booklet، وصلنا لتيست أون يونت 10 وده موجود بدايته على صفحة 51 من الكتاب قدامك، وعنوان الكتاب واضح Ongoing Assessment. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله. الجملة الأولى في تشوز. George Washington is considered the first governor of the United States. George Washington يعتبر هو أول إيباء للولايات المتحدة. ترى diplomat سياسي رئيس ولا minister ولا وزير ولا politician سياسي president بمعنى رئيس، ودي جابت جملة رقم واحد. 2. Michael's father left me the house in his كذا. Michael's father ماشي ترك له البيت في إيه؟ will document certificate ولا form will بمعنى وصيه، يعني والد مايكل ده ترك له المنزل في وصيته وصاله بيه، يعني will هي الاجابه بتاعتنا بمعنى وصيه مش معناها سوف هنا، تمام. دي الاجابه الجمله رقم 2. document معناها وثيقه، certificate معناها شهاده، وform معناها استماره او شكل، تيجي معنى استماره او شكل، لان طبعا هي هنا جايه بمعنى استماره. الاجابه بتاعتنا هي will بمعنى وصيه في الجمله رقم 2. 3. Thousands of ancient Egyptians الآلاف من المصريين القدماء منهم ما for years at building the pyramids لسنوات عديدة في بناء الأهرامات. ترى played ولا toiled ولا exercised ولا trained toiled. toiled بمعنى كدح. ماشي؟ كدح بمعنى بذل مجهود كبير يعني. ماشي؟ الإجابة الجملة رقم 3. played لعبة، exercised تدربة، trained برضو معناها تدربة. الإجابة بتاعتنا هي toiled في الجملة رقم 3. 4. There were كذا of rice on the table after the little child finished his dinner. كان إذا من الأرز على المنضدة، طبعا طاولة الطعام، بعد الطفل الصغير ما تناول الوجبة بتاعته. يا ترى greens حبات ولا fruits فواكه ولا roots جذور ولا trees أشجار. اللي يقول عنها هي greens حبات من الرز. 5. نجيب محفوظ books have been translated كذا many languages. إيه حرف الجر المناسب هنا؟ معنى الجملة على بعضها بيقول لك الكتب الخاصة بنجيب محفوظ تم ترجمتها، الحرف الجر اللي ناقص معايا هنا لغات عديدة، ايه حرف الجر؟ about from upon ولا into into، لأن يعني عندي حاجة اسمها translated into many languages معناها تمت ترجمته إلى لغات عديدة. الجملة رقم 6. As a natural Eva Mona found it easy to get her two friends to stop quarreling. As a natural كلمة natural معناها طبيعي كذا، منى وجدت انه من السهل انها تخلي صديقتها او اصدقائها الاثنين يتوقفوا عن النزاع ما بينهم، قال لها بمعنى يتنازع، يعني زول يعني ايه يعملوا مشاكل مع بعض يعني. يا ترى ايه بقى؟ natural diplomat ولا president ولا representative ولا presenter؟ اللي جابت عنها هي diplomat. diplomat المعنى الحرفي ليها معنى سياسي، يعني عايز اقول لك ان هي ايه دبلوماسي، سوري diplomat معنى دبلوماسي وليس سياسي، يعني political يعني سياسي. دبلومات معناها دبلوماسيه، بيقول لك ان هي دبلوماسيه بطبيعتها، يعني ان منى دي دبلوماسيه بطبيعتها. دبلومات معناها دبلوماسي، منى بما انها دبلوماسيه بطبيعتها قدرت تخلي صديقتها يتوقفوا عن النزاع والشجار فيما بينهما. اجابتنا هي دبلومات في الجمله رقم 6. بريزدنت معناها رئيس، ريبريزنتيف معناها مندوب او ممثل لمكان او دوله او شركه، وبريزنتر معناها مقدم، المقدم هنا زي مقدم البرامج مثلا. الاجابه بتاعتنا هي دبلومات في الجمله رقم 6. نروح الجمله رقم 7. واللي بتقول they wanted to know، هم أرادوا أن يعرفوا إيه بقى ميوزيك؟ إيه بقى؟ طبعًا كده إحنا بنتكلم في فكرة الـ reported question، الأسئلة المتحولة إلى صيغة الكلام غير مباشر. يا ترى if I played ولا did I play ولا do I play ولا that I play؟ فلما wanted to know يبقى ده معناه إن السؤال اللي قدامك ده ما كانش فيه كلمة استفهام. بما إنه ما كانش فيه كلمة استفهام يبقى إذًا هتلاقي if ليها وجود أساسي في هذا السؤال المحاول للريبورتد، يبقى هناخد اف اي بلايد، ودي اجابه السؤال لجمله رقم 7 او اجابه اللي هنكمل بيها جمله رقم 7 في الاختيار اللي قدامي اف اي بلايد. ماشي؟ بقى الاختيارات كلهم مش هينفعوا، يعني احنا قلنا بما ان السؤال ما فيش فيه كلمه استفهام يبقى اف نقطه اساسيه في اف طبعا او بدلتها وذر، لكن طبعا في حاجات بتميز دي عندي احيانا وهنتعرض ليها برضه. جمله رقم 8. هادي اكسبليند، هادي شرح ايه؟ They were studying an English poet، ان هم كانوا بيدرسوا واحد من الشعراء الانجليزي.
He was very interesting وكان كان شيق جدا. يا ترى if ولا whether ولا that ولا what. Explained that. Explained that بمعنى شرح كذا. If و whether مش هينفع لان ده مش سؤال. What برضو مش هينفع لان ده مش سؤال. الجملة اللي قدامي دي جملة عادية فانا عايز لها that. عايز الرابط that او عايز كلمة that مش عايز اي واحدة من الثلاث اختيارات وانا قلت ليه ان دي جملة مش سؤال. طيب نروح لجملة رقم 9. أمير wanted to know if William Shakespeare. أمير أراد أن يعرف إذا كان William Shakespeare إذا any novels أي روايات. يا ترى would write ولا had written ولا writes ولا was writing. طيب William Shakespeare ده موجود ولا مات؟ مات. طيب بما إنه مات يبقى الجملة اللي هو كان بيسأل فيها هنا هو كانت ماضي بسيط مثلا فهنحولها إلى ماضي تام. ماشي؟ هتبقى ماضي تام. هتبقى had written للإجابة المناسبة للسؤال رقم 9. الباقيين كلهم بعيد عننا تمام. فعشان اقول لك ايه منير asked if he منير سال اذا كان هو كذا his camera the next party the next party الحفله اللي جايه. طيب shall bring لا مش هتنفع انها مش متحوله. may bring برضو مش متحوله. ماشي وبروت ماضي بسيط خلاص كده مش هتنفع لان انا بقول next party يبقى could bring لانها كانت في الاصل ايه can bring فحولناها الى could bring. الجملة رقم 11 ده interviewer اللي هو بيجري المحاورة يعني أو المقابلة ماله بقى؟ محمد where he had studied. محمد أين درس؟ طيب يبقى told أخبره ولا asked سأله ولا advised نصعة ولا regretted ندمة؟ asked سأل لأن ده سؤال بيقول where يبقى asked هي المناسبة للجملة رقم 11 ونروح للجملة رقم 12. One of the passengers asked why. واحد من الركاب سأل لماذا؟ لماذا طبعا كده كلمة استفهام ده معناه ان ايه؟ ده سؤال ريبورتد سؤال متحول. ماشي سأل ايه؟ يا ترى الاختيار ايه؟ the train stopped ولا بي did the train stop ولا سي the train had stopped ولا اخر واحدة دي will the train stop. هناخد الاختيار سي اللي هو the train had stopped. ماشي طيب ليه اخدنا سي the train had stopped؟ لان الصياغة اللي قدامك دي طبعا ده سؤال متحول. ماشي واحنا قلنا لما بنيجي نحول السؤال بيفقد ترتيبه الطبيعي. ايه هو الترتيب الطبيعي؟ الترتيب الطبيعي للسؤال انا هشرحه اهو ماشي بس ركز معايا. الترتيب الطبيعي للسؤال انا بجيب كلمه استفهام بعد كده فعل مساعد بعد كده فاعل وبتكمل ماشي وبعد كده فعل اصلي وكلام من ده خلاص. طيب لكن لما السؤال يتحول الى ريبورتد سبيتش الى كلام منقول هيبقى كلمه استفهام وبعد كده تروح تجيب وراها ماشي الفاعل وبعد كده هيجي الفعل. طبعا ان هو الفعل هو الزمن اللي قدامي اللي هو ايه كان ماضي بسيط فما ماضي تام خلاص كده او ممكن كان ماضي تام وبنسيبه على حاله ماضي تام لان الماضي التام ما بيتحولش زمن بتاعه بيفضل زمان ماضي تام خلاص. فدي الصياغه بتاعتنا اللي تناسب التحويل كلمه استفهام وبعد كده ادي فاعل وادي الزمن الفعل بتاعي هنا في صيغه الماضي التام زرتين هاد ستوب هي الاجابه السليمه بتاعتنا للجمله رقم 12 عشان نشرح لها السائل. 13 ماي فريند وونتد تو نو هاو ميني يبقى ده سؤال اهو how many people ها كذا to the meeting ها had come ولا had they come ولا they had come ولا they came. الإجابة بتاعتنا had come بتكمل معاي ادي how many اهي كلمة استفهام وادي الفاعل وادي زمن الفعل بتاعه had come had come وده الترتيب الطبيعي للسؤال المتحول الريبورتد تمام كده. ماشي نروح لجملة رقم 14 واللي بتقول I didn't know انا لم انا ما كنتش عارف كذا يوسف had applied for the job advertised in the paper or not. إن إذا كان يوسف قدم يعني للوظيفة المعلن عنها أو لا. واخد بالك من كلمة or not دي أه or not ده هي تخليني أحط في بالي الاختيار whether whether اللي هي بديلة if. هي whether الأولانية دي لا لأن whether الأولانية W-E-A-T-H-E-R معناها طقس مش هي الإجابة بتاعتنا. when كلمة استفهام أنا مش عايز كلمة استفهام خطا واي كلمه استفهام خطا انا عايز ويذر اللي هي دبليو اتش اي اتش ار في الجمله رقم 14 دي الاجابه بتاعتنا. 15 كود يو تيل مي وير خد بالك من الحكايه ده هي احنا قلنا ان الصياغات اللي فيها كود يو تيل مي ماشي وبعد كده جايب كلمه استفهام كلمه استفهام دبليو اتش كويستشن يعني ماشي في الحال ده متحول متحول ده ريبورتد على كده تمام لكن في الحقيقه وبرغم ان هو متحول لكن يمكن الاحتفاظ بعلامه الاستفهام. ايه السبب؟ السبب اللي احنا لسه قايلينه الصياغات اللي زي كده كود يو تيل مي او كان يو تيل مي او الحاجات دي وبعد كده في كلمه استفهام اصليا
او كلمه استفهام ثانيه بالدبليو اتش كويستشن، احتفاظ بعلامه الاستفهام هنا وارد. ماشي. طب هل ده معناه ان ده سؤال مش متحول؟ لا يا سيدي، ده سؤال متحول. خلاص كده ماشي. طيب تعالى بقى ناخد اختيار، يا ترى this bus went ولا this bus goes ولا does this bus go ولا did this bus go. الاجابه بتاعتنا هي B، الاختيار B اللي هو this bus goes. ماشي. could you tell me where this bus goes، انا بسال واحد عن المكان اللي هيتجه اليه هذا الاتوبيس دلوقتي في المضارع في الحاضر. ماشي. مش هساله، مش هقول له لو سمحت ممكن تقول لي الاتوبيس ذهب فين، لا ده انا لسه عايز اروح. ماشي. الصيغه صحيح، ما احنا قلنا سؤال متحول صحيح، لكن الجمله اللي قدامي او السؤال اللي بيسال عنه الطلب اللي هو بيطلبه في صيغه المضارع البسيط، هو عايز يعرف الطريق اللي هيتجه اليه هذا الاتوبيس. This bus goes هي جت الجمله رقم 15 16. هادي asked me سالني، ها ماشي بقى ايه him with his homework، هو في واجبه، عايز اقول لك لو كنت اقدر اساعده يعني. الله ده انا قلت اهو اف. ماشي. طب ما ممكن يكون مش اف، ممكن يكون انا واسكت بمعنى طلبه، يبقى انت ما تستعجلش في الترجمه غير لما تقرا باقي الاختيارات. يعني يبقى اف اي هيلب ولا اف اي هيلب ولا تو هيلب ولا اف دو اي هيلب. انا هاخد تو هيلب. ليه؟ لاني لو بصيت للجمله اللي قدامي نهايه، لو قلنا مثلا طب ليه ما نفعلش اف اي هيلب، لانه هنا مش ما ينفع يكون معنى جمله هاني سالني اذا ساعدته. ازاي اذا ساعدته دي؟ هو مش عارف انا ساعدته ولا لا. طيب ماشي، يبقى دي كده هو واخد اف ايه شكل الماضي البسيط، يعني اف على ثانيه مش هتنفع. طيب هاني اسكت مي، هاني سالني اف اي هيلب هيم، هاني سالني اذا كنت اساعده، بواخد شكل الاسك ومع بالشكل ده بالصيغه دي، ما تنفعش تكون دي في شكل سؤال، خطا تماما. ان مش معقول ان هو يكون معناها سالني اذا اساعده، لا هي معناها طلبه. يبقى اسكت هنا مش معناها سال، معناها طلبه. هادي اسكت مي تو هيلب هيم، هنا معناها طلب مني ان اساعده. عشان كده بقول لك خلي بالك ما تستعجلش في الترجمه بتاعت الجمله قبل ما تاخد معاها الاختيار بتاعها. ماشي. وتكمل بيها، ده اللي هيكون ليه فايده اكتر. تو هيلب هي الاجابه بتاعتنا، اف دو اي هيلب خطا تماما، واحنا قلنا الاختيارين الاولانيين اي وبي كانوا خطا. ليه؟ تو هيلب هي اجابه الجمله رقم 16. نروح للقطعه اللي جايه في التيست بتاعك على الوحده العشره. القطعه كبيره شويه لكن الموضوع اللي هي بتتناوله ان شاء الله موضوع بسيط واسع، بيتكلم عن المطارات الحديثه بيقول ان هي اصبحت مساحتها شاسعه جدا، ولدرجه انها وصلت قد انها كانها ايه مدينه صغيره. ماشي. طيب وكل سنه طبعا عمليه النقل والنظام بتاع المطارات كل ما له ما بيحصل له تقدم وبيزيد في عدد الراكبين وعدد وكميه مقادير البضائع اللي بيتم نقلها، ولا سيفرال مليون باسنجرز ماني باوندز اوف جودز، يعني ملايين الركاب بالاضافه الى العديد من اطنان البضائع. طبعا بيقول ان الحركه بتاعه الطيران بيحكمها برج مراقبه، والبرج المراقبه ده بيبقى موجود فيه اشخاص بيسموهم اير ترافيك كنترولرز، اللي هم متحكمين في حركه الطيران. طبعا الناس ده هي بتكون طبعا نسبه المتابعه ليها لهذه حركه الطائرات ومتابعتها وضبطها عليهم طبعا مسؤوليه كبيره جدا. وطبعا الحركه دي بيستعينوا فيها بحاجات زي الرادار مثلا والمونيتورنج للاير بورن، والحاجات ده هي كلها مهمه جدا. الطائرات كل مالها ما بتزيد طبعا سرعتها، والمدارج بتاعتها كل ما بيزيد طولها وكمان اتساعها. طبعا بيتحكم فيها طبعا كل ما كان طبعا المدرج ما يكونش عرضه اقل من 50 متر وطوله ما يقلش عن 4 كيلو متر. طبعا ان عمليه النقل الجوي دي والاشياء ده هي عندي نوعين من الناس اللي بتقدم خدمات فيها، او بمعنى اصح اللي بيعملوا عمليه الضبط والتحكم فيها. انا عندي حاجه اسمها مينتيننس انجينيرز، اللي هم مهندسين اللي احنا بنسميهم مهندسين الصيانه. ماشي. بالاضافه الى الاير ترافيك كنترولز، احنا اتكلمنا عن الاير ترافيك كنترولز. المينتيننس انجينيرز مهندسين الصيانه دول مهمتهم مهمه جدا، هم لازم يتاكدوا من سلامه عمليه ايه النقل الجوي. البضاعه اللي بيتم نقلها طبعا او بيتم تسليمها في صالات وصول مختلفه عن الصالات اللي بيكون طبعا فيها ايه الركاب، انواع
البضائع مختلفة ومتنوعة جدا، كل ما يخطر على بالك ممكن يتم نقله من أي حاجة ومن أي نوع. طبعا بنأكد على حاجة مهمة جدا، إن أنا عندي شركات بتوفر أو بتزود بالطعام، طبعا دي بتبقى مسؤول بيسموهم متعهدين، متعهدين الطعام اللي بيقدموه لهذه المطارات علشان طبعا تتناولها الافراد في الرحلات بتاعتهم. وبيقول الراجل Today's International Airport already at scene of endless activity، طبعا الانشطه بتاعتها غير منتهيه، وطبعا بيكون بيوعد ان هم في المستقبل يكون عندهم حاجات طبعا اكتر والمسؤوليه بتاعتهم هتزيد. ونبدا في الاسئله تشوز على القطع بتاعتنا. How large is the modern international airport؟ بيسال عن مساحه المطارات الحديثه، وبنقول الاختيار سي هي it is the size of a small town، وصل حجمها الى مدن كما لو كانت مدينه صغيره. السؤال 2 هو is responsible for the aircraft movement، من مسؤول عن حركه الطيران taking off and landing، اقلاعا وهبوطا، اللي هم بنقول عليهم air traffic controllers، المتحكمين او اللي بيقوموا عمليه الضبط في عمليه الطيران. الاختيار بي هو اجابه 2. 3 سؤال رقم 3 هو provide pre-packed meals، مين اللي بيوفر وجبات معدة التجهيز او معلبة for passengers in flight، للركاب في الرحلات الجوية. عندي حاجة اسمها caterers، caterers دول بيبقوا متعهدين لتقديم الطعام، هي الإجابة للجملة رقم 3. 4 what does underline pronoun these refer to، في القطعة عنديك هتلاقي pronoun these ده هو محطوط له خط واخد لون قدامك ماشي، وبرضه بنفس اللون بتاع اللون الازرق ده. هي بتاعنا هي الاختيار دي the staff of employers، اللي هم اصحاب العمل، staff of employers اللي هو هيئه العمل. ونروح للسؤال اللي بعد كده، ودي الاسئله دبليو اتش كويسشن موجوده على صفحه 53. اول سؤال اللي هو السؤال الخامس في دبليو اتش، يعني what type of goods are carried on planes، ايه انواع البضائع اللي بيتم نقلها على الطائرة. احنا قلنا كل ما يخطر على بالك يمكن نقله من بضائع. طب تعال نجيبها كده، هنعد القطعة في من الاسطول، من نبدأ من تحت 1 2 3 4 5 اهي هي دي the type of goods varies. بيقولك انواع الطعمية the types of goods، the type of goods varies greatly and may include anything from a gorilla bound to a frozen zoo to gold bars in transit to an overseas bank. كل ما يخطر على بالك يمكن نقله، حتى لو عايزهم كده ينقلوا لك حديقة حيوان كده بحالها كده ممكن ينقلوها لك. هل انت عايز ايه تنقله ويتم نقله من بضاعة؟ طيب ماشي. السؤال رقم 6 what size should the runway of modern airports be، بيسأل عن حجم المدرج بتاع المطارات الحديثة ممكن يكون قد ايه، واحنا لسه قايلين من شويه ان هو بيكون اتساعه ايه من 50 ل 40 متر في العرض، سوري من 50 متر، يكون عرضه 50 متر ويكون طوله 4 كيلومتر. اهي الاجابه بتاعتنا اهي، شايفها اهي ارن واي، اهي شايفها رقم 50 حتى يلفت انتباهك، شايف رقم 50 ده ارن واي اوف ات ليست 50 مترز وايد اند 4000 كيلومترز لونج، 4 كيلومترز لونج ويكون طوله 4 كيلومترات، يعني 4000 متر وعرضه ما يقلش عن 50 متر. دي اجابته السؤال رقم 6. نروح للسؤال رقم 7 واللي بيسال عن compare the jobs of air traffic controllers and maintenance engineers، عايز يقارن ما بين وظيفه المتحكمين في حركه الطيران ومهندسين الصيانه. دول موجودين في مكانين مختلفين من القطع، ماشي، موجودين في مكانين مختلفين من القطع. طيب نجيب اللي ظاهر قدامنا، هي انت بص كده في الشاشه ظاهر ايه ذا كنترولرز اللي هم الاير كنترولرز دي، ماشي. هنرجع بس لبدايه الفقره بتاعتها اهي، شوف كده اهي هي دي بدايه الفقره بتاعتها، سطر واحد بس كده اللي فوق الفقره الثانيه دي، ماشي اهي اير ترافيك كنترولرز، شايفها احنا جايبينها مع الشاشه. اير ترافيك كنترولرز بيعملوا ايه دول بقى؟ ان تشارج اوف اول تيكينج اوف اند لاندنج موفمنتس. خلاص دي الاجابه بتاعت السؤال او الجزء الاولاني في الاجابه بتاعت سؤال 7. الجزء الثاني المينتيننس انجينيرز، اهي مينتيننس انجينيرز، نعد لك سطور من تحت، ادي نحسب ده 1 يا عم 2 3 4 5 6 7 اهي مينتيننس انجينيرز هوز فايتال جوب از ايه ده وظيفته في الحقيقه تو انشور ذا سيفتي اوف ذا ايركرافت. ودي اجابه السؤال رقم 7 كانت من قطعتين او من جزئيتين واحنا عملناهم كلهم. نروح للسؤال الاخير، السؤال رقم 8 وير ار جودز اوف ان هاندل، فين بيتم تسليم البضائع؟ احنا قلنا ان البضائع بيتم تسليمها في
في صالات وصول مختلفة عن الصالات اللي بيتم فيها طبعا الاشخاص. ادي جزء اهي ماشي. سيصل رقم كام ده؟ دي 1 2 3 4 5 6 اهي. جزء ار اوفن هاندلد ات ا سيبريت تيرمينال. نكمل قراءتها. بيقول لك ايه؟ جزء ار اوفن هاندلد ات ا سيبريت تيرمينال وير اير كرافت ار يوجوالي سبيشالي فيتد اوت. ودي اجابه الجمله رقم 8. ونروح للترجمه علشان نكمل التست اللي جاي على يونت 10. الترجمه بتقول ايه قدامك؟ بيقول لك It is a fact that Asia has 30% of the world's land area and 60% of its population. That's why most of its countries are densely populated. Densely هنا بمعنى بكثافة يعني. طب الترجمة بتاعتنا الكلمات اللي فيها يعني بسيطة 30% 30% population اللي هم السكان. طب بنقول ايه؟ انها الحقيقة ان قارة اسيا بها 30% من ارض يعني من الارض يعني او مساحه الارض مساحه اليابسه قصدي هنا المقصود بها اليابسه و 60% من السكان. ولهذا السبب طبعا الدول بتاعتها فيها كثافه سكانيه عاليه. ونقول الترجمه بشكل منسق هنا انها الحقيقه ان اسيا بها 30% من مساحه الارض في العالم و 40% من السكان، لذلك فان معظم بلدانها كثيفه السكان. شوف الترجمه اللي باللغه العربيه عشان نحولها الى لغه انجليزيه. واللي بتقول لك رغم انشغاله بالعمل الدبلوماسي او بعمل دبلوماسي كان السلسل يكتب الشعر كوسيله للاسترخاء والهدوء كما استغل خبرته الكبيره باللغات الى ترجمه بعض الاعمال الادبيه المتميزه للغه الانجليزيه. نقول ايه مثلا يكتب الشعر وسيكه از مينز استرخاء وريلاكسيشن. ماشي استغل خبرته اكسبيرينس اللغات واللانجوج ترجمة translating او ماشي عمل ادبية literary work وعندي متميز ليها اكتر معنى. ممكن تقول مثلا distinguished excellent اي حاجة كله ينفع. طيب نشوف الصياغة السليمة للجملة دي. هتبقى although he was busy with his diplomatic work Celsicel wrote poetry as a way of relaxation and quietness. He also used his long experience of language to translate some extraordinary works of art into English. نقول الترجمة تاني. Although he was busy with his diplomatic work, Sir Cecil wrote poetry as a way of relaxation and quietness. He also used his long experience of languages to translate some extraordinary works of art into English. يا ترى ايه الاسي اللي جاي على التست اللي معانا ده؟ يقول لك the role of press in shaping public opinion. دور الصحافة في تشكيل الرأي العام. طبعا دي نقطة مهمة جدا وهي موضوع من الموضوعات المهمة جدا. بتدي له جملة مقدمة للحديث عن الصحافة عموما وتأثيرها العام يعني. بعد كده تتكلم في فكرة تأثير الصحافة على الرأي العام تحديدا وتقول ازاي ممكن الصحافة توجه الجماهير الى الاقتناع برأي معين. وتكلم عن ان الصحافة ليها دور هام جدا في مثلا نشر الوعي ما بين الناس والافراد وما الى ذلك. واستطرد زي ما انت عايز في هذا الموضوع. وبعد كده بتدينا رأيك انت فيها ازاي ممكن نوجهها بالطريقة الحسنة مش بالطريقة السيئة. ونختم مع الشاشة اللي فيها ترجمة. نقول لك التست على يونت 10 انتهى لكن لسه لدينا ان شاء الله المزيد والمزيد من التست اللي احنا ممكن نحلها بالاضافة للمراجعات بتاعتك وتدريباتك المختلفة مع المنهج بتاعك مع معلم خبير الانجليزية مستر عزت من مدرسة شمس من محافظ سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.